رح نروح لمساحه جديده رح نترافق فيها ونقلب اوراق من تاريخ وذاكره الجلاء وابرز المحطات يلي اتسمت بها تلك المرحله مع الباحث وخبير اداره المواقع التراثيه الاستاذ عبد الرزاق الحمصي. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخير وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. صباحك وينعاد عليك بالخير والصحة. كنا عم نحكي سوريا دائما كانت عين لكل الدول، ودائما كان في مطمع كبير بسبب موقعها الاستراتيجي والهام من زمان عبر التاريخ. خلينا نحكي سوريا قبل عام 1920، كيف كانت عيون المستعمر والأطماع الاستعمارية متوجهة نحوها؟ قبل احتلال فرنسا على سوريا 1920، الغرض لاستعمار وتقسيم شرق المتوسط من اكثر من 100 سنه. 1860 قنصل فرنسا بلبنان جند بعض الرعاة وساووا بده يساووا فتنه بدمشق بباب شرقي اللي اسمه الطوشه، وفشلوا لانه وقت الشيخ الحمزاوي وعبد القادر الجزائري هم اللي حموا اللون المسيحي بسوريا. صار يبعثوا مستشرقين او رحاله او صفه سائح مثل سايكس، مارك سايكس اجى لرحله بسوريا 1902 على اساس رحال او سائح. هو كان جاي ليدرس المنطقه كيف تدر، وقضى اشهر، وفي كتاب هون موجود معي عنه مارك سايكس يلي هو كان مسؤول عن سايكس بيكو ووعد بالفور. هاي بتحكي عن رحلته، هذا الكتاب من 100 سنة أو 120 سنة. بس هذا مارك سايكس هو كان له الدور الرئيسي بتقسيم المنطقة وحط الخطط الاستعمارية لشرق المتوسط واستعمار المنطقة. وكان صديق للصهيونية. عمل عدة رحلات، راح لفلسطين وراح لسوريا، بس بسوريا أمضى وقت كتير كبير للدراسة وكيف حط الخطط. وكان هذا هو على أساس سائح، بس كان ضابط بالجيش البريطاني. سائح أو رحال، كان يقولوا له السائح رحال، كان ضابط بالجيش البريطاني. له دور بسايكس بيكو، هو وجورج بيكو. جورج بيكو. وله دور بوعد بالفور. وكان مخلص شديد للصهيونية. حط خطط، وهلا لحد الان الخطط اللي حطها المستعمرين هدول هو وغيره لحد الان عم ينفذوها بتقسيم سوريا. مات 1919 بفيروس، فيروس الاسباني اللي اخذ بهذاك الوقت شيء 50 مليون انسان. بنجي بقى لمعركه ميسلون اذا بتحبوا نبدأ. اكيد تفضل. هلا بعد ما خططوا بفرنسا وبريطانيا بداوا استعمار المنطقه، طبعا فرنسا اجت 1918 للساحل السوري. من يوم دخولها صالح العلي ثوره ضده، يعني ما تهنيت ولا يوم. بس الاحتلال الرسمي هو كان 1920 بعد معركه ميسلون. معركه ميسلون هي معركه الجلاء الاولى، يعني يوسف العظمي طلع مع عدد قليل من بقايا الجيش السوري الفتي والمتطوعين، وعرفانين حالهم بده يموتوا، بس هو بده يقدم صرخة للمقاومة الفرنسي. وبعدين هو أقلق غوره طول فترة بقائه بسوريا، لأنه مستحيل شو هالإنسان هذا وشو هالشعب هذا اللي طلع يقاوم من أول يوم وعرفان حاله بده يموت. بس هي دائما الشهادة عند السوري ثقافة صرخة بوش المستعمر ليعرف انه ليحفز بقية الناس ليطلع. معركة ميسلون هي من المعارك الـ يعني المشرفة، ولا بيقولوا انه انهزم ليش، لا هي انتصر فيها، لانه انتصر بدأت معركة الجلاء. واستمرت معارك كثير بالجلاء، والثورات استمرت. ممكن نعدد شيء منها هلا اذا بتحبوا، كمان عدد المعارك اللي استمرت بعد ميسلون. على فكره بميسلون حتى النساء شاركوا فيها واستشهدوا فيها. نعم. اسماء يمكن كثير كانت وعاشت فتره الاستقلال وشاركت فيهم من الرجال او النساء، خلينا نضوي عليهم اكثر، وحتى ايضا نضوي على المعارك اللي كانت من بعد ميسلون. على سيره النساء، زينب الغزاوي
وفاطمة درويش هن من اللي شاركوا بمعركة ميسلون واستشهدوا فيها. الفرنسي بعد ما قدر استشهد يوسف العظمي في جرحى كان كتير، أجهزوا على الجرحى، استمرت المعركة. هلأ الرجالات الاستقلال ونساء الاستقلال ما كانوا رجال عسكريين فقط، في كان في نضال سياسي. هلأ النضال العسكري عم يغطوه بالإخبارية كتير، بس النضال السياسي، النضال السياسي كمان هلأ بنحكي فيه بعض الرجالات. هلأ من المعارك اللي كانت والرجالات اللي كانت مشهورة، معركة المزرعة، سلطان باشا الأطرش يلي وحد سوريا بعد ما فرنسا كانت بدها تقسمها، وحد سوريا، وحد كل الثورات بسوريا ضد الفرنسي 1925، وخاضت بكل المحافظات السورية معارك شرسة جدا ضد الفرنسي، أعجز الفرنسي، والفرنسي ما قدر ينهي هاي الثورات إلا بالبطش وقت قصف دمشق وقصف عدة مدن سورية. واستمرت المعارك واستمر النضال، واستمر على جانبين، نضال دبلوماسي دبلوماسي، وكانت في رقي بالنشاط الدبلوماسي من هذاك الوقت لليوم في نشاط. هلا من اللي قادوا النشاط الدبلوماسي كمان هو فارس خوري وسعد الله الجابري. هلا بنحكي على قصة سعد الله الجابري. هلا المعارك والثورات استمرت كثير بعد 1925، الفرنسي ما هدي ولا يوم بسوريا. بس المعارك اللي كانت حاسمة بالاستقلال أنا بقول 1945، أيار 1945 صار في اتفاقيات كتير مع فرنسا. حتى الجنرال ديغول إجا زار سوريا، هاي صحيفة 1941، زار سوريا وبجامعة دمشق ألقى خطبة ووعد بإنهاء الانتداب. بس كان في تيارين بفرنسا، تيار ديغول وتيارات تانية، ضلوا عم يتلاعبوا الفرنسيين، ما عم يعطوا الاستقلال الناجز التام. 1945 بأيار كان شهر دموي بالكامل. بدأت فرنسا رجعت نزلت قوات باللاذقية بداية أيار، على أثر هي تنزيل القوات هي نسفت كل الاتفاقيات اللي صارت بين الوطنيين السوريين والحكومة الفرنسية. أدرك الشعب السوري أنه فرنسا لسه مستمرة البرلمان بهذاك الوقت اتخذ قرار بالتعبئة العامة وحمل السلاح اللي كان عمره 18 سنة ل 60 سنة، حتى أعضاء البرلمان أن حملوا سلاح. وصار في معارك كتير بشهر أيار بين الفرنسيين والثوار السوريين، الثوار هذنك الثوار هلا عم يستخدموا هلا غلط الارهابيين هالعبارات تبعنا، حتضل عباراتي تبعنا، كان ثوار ضد الاحتلال الفرنسي. استمر هذا الشهر كان دموي جدا بكل المحافظات خاصه بدمشق وحلب. فرنسا ارتكبت ابشع المجازر بس ما قدرت تخضع الشعب السوري بعد كل هالمجازر، وتوجتها بمجزرة كبيرة بالبرلمان 29 أيار، واتقضت على الحامية الدرك السوري، قتلت كافة الحامية ما عدا شخص واحد ضل نجا بأعجوبة. هون استمر الشعب السوري بالنضال، حتى سعد الله الجابري كان هو رئيس البرلمان السوري غادر بسيارة البطرك الروسي لبيروت وخاض معركة دبلوماسية وإعلامية من بيروت ب 31 أيار، وهي المعركة أثرت على الرأي العام العالمي، معركة إعلامية من الطراز الرفيع ودبلوماسية، أثرت على الرأي العام العالمي واضطرت فرنسا للترضخ واعترفت باستقلال. وبدأت من 31 أيار ل 17 نيسان بالتدريج، 17 نيسان انسحب اخر جندي. من النساء اللي بذكرهم نازك العابد يلي هي كانت بمعركه ميسلون وكانت نقيب وكانت شاعره وكانت قادت مظاهرات، نظمت وقادت مظاهرات، يعني هي الانسانه بتحكي خمس لغات، يعني نموذج رائع من النساء السوريات.
اغلب النساء كلهم شاركوا. هلا على سيره النساء اللي انا عم ضوي اليوم عليها، ثوره جبل العرب 95 شهيده فيه، من المناضلين السوريين طبعا صالح العلي وزوجته فضه، ابراهيم هنانو واخته زكيه، في فوزي القاوغجي، حسن الخراط، عبد الرحمن الشهبندر كمان هو اللي كان المخطط الرئيسي للثورة السورية 1925، كانوا قادة سياسيين. السوري كان عم يخوض نضال مثل ما قلت عسكري ودبلوماسي، وما زال نحن شاطرين بالدبلوماسية حتى هلا. أنا دائما وقت أتذكر سعد الله الجابري وبتذكر فارس خوري، بتذكر فارس الدبلوماسية الأستاذ جعفري. من الرجالات والنساء كمان اللي استمروا كثير بالنضال، يعني آلاف، يعني أسماء يمكن كثيرة، أسماء كثيرة عم تذكروها وعم ترددوها هلا بالإخبارية، بس أسماء كثيرة سجلوا. نحن هيك، نحن أسماء هيك. ما زالت إلى اليوم كثير من الأسماء تسجل وتسطر أروع ملاحم البطولة في سوريا. ما فينا نحكي عن الماضي إلا ما نذكر الحاضر اليوم أستاذ عبد الرزاق، لأنه في دائما صلة ربط. اليوم سوريا كمان تواجه مستعمر ومحتل، لكن بأوجه أخرى عد الدول عربية وعالمية للأسف ترجمت تحت مسمى الإرهاب للدخول إلى سوريا، لكن الجندي السوري ما زال محافظ على هي العقيدة المستميتة للدفاع عن أرضه. خلينا نحكي عن أوجه الشبه اليوم بين الماضي والحاضر، قديش ما زلنا اليوم عم نعيش نفس التاريخ. هي سوريا للأسف هي عاشت آلام كتير واعتداءات كتير، بس هالعشر سنين الأخرانية تزاحمت الآلام علينا، تزاحمت بشكل فظيع، خاصة الإرهاب. على فكرة فرنسا ما كانت بعيدة عن الإرهاب، هي المنسق الرئيسي للإرهاب هذا الحالي. يعني نحن تزاحمت بس إرادة الانتصار وإرادة الجلاء وثقافة الجلاء وثقافة الشهادة مستمرة. في قدرة كاملة عند الشعب السوري ودائما بالشدائد وبتطلع. مو حكي، كانت الشدائد وبتطلع بقوة. يعني أنا بقول من زينب الغزاوي، الشهيدة زينب الغزاوي بميسلون، للشهيدة يارا عباس رحمة لروحها أكيد طبعا، يعني رحمة لروحها ورحمة كل الشهداء، ومن يوسف العظمة للشهيد خالد الأسعد. ثقافة الجلاء مستمرة. صحيح. نحن الجلاء ما كانت هيك ثقافة وحكي، كانت تضحية فداء. وبالإضافة للعائلة الواحدة هي السورية، العائلة الواحدة السورية يلي كانت هزمة المستعمر الفرنسي. فرنسا كتير حاولت تساوي فتنة طائفية، طلع فارس الخوري مظاهرة وقال لهم ما تتدخلوا ونحن نرفض الحماية الفرنسية للمسيحي، بدكم تحمونا غادروا، وقاد مظاهرات مسلمين ومسيحيين. لذلك نحن مسيرتنا مستمرة، مسيرة الجلاء مستمرة مستمرة بهمة رجال بهمة جيش رجالة عارف سوري وقتنا خلص، حتى بهمة الإعلام. حتى مثل ما هزمنا نحن المغول والفرنجة والعثماني والفرنسي، حنهزم الإرهاب أكيد، ورح نحتفل سوية، حنهزم الكورونا مجتمع كمان. سوية حنهزم وقتنا الكورونا. خلص. نتشكرك خبير إدارة المواقع التراثية والأثرية الأستاذ عبد الرزاق الحمصي على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا لليوم. شكرا لكم.